من يكون هذا الفتى؟ هناك إشاعات تقول إنه قوي جدا جدا. سوف أتدرب بكل جد. لماذا أنت حزين يا ياماتو؟ إنها آلة البيدة، فأنا لا أجيد استخدامها يا كوتشان. لقد قتلت بشراسة بالأمس، حتى أنني لم أكن أتوقع ذلك منك. يجب عليك أن تبحث عن منافس تنازله. التقيت شخصا بالأمس، أود أن أنازله ثانية. وصلنا أخيرا. أريد أن أنازلك ثانية. موافق. عندي شرط، إذا ربحت فسأخذ سيف الكوبالتي منك. أنا موافق. ما سبب هذا الإصرار الكبير؟ أتقاتل لأجل شيء تريد حمايته؟ ليس هذا هو السبب، لكنني أريد أن أصير لاعب البيدة الأول في العالم. هذا هو حلمي. ماذا؟ لقد حسمت النتيجة. مبارك لك. ها نحن نلتقي مرة ثانية، ولكنني لن أدخل هذه المرة قبل أن أحصل على ما أريد. هل سمعت ما قلته؟ يا له من فتى طيب يحاول إنقاذي، مع أنني كنت أريد أن أخذ سلاحه منه. أدعى وان، وقد سرتني معرفتك. وأنا يا ماتو، أود صداقتك. وأنا أريد أن أصير صديقا لكما. وهكذا صار الفتيان الثلاثة أصدقاء مقربين، فماذا ينتظرهم يا ترى؟